هنكمل كلامنا في ال PHP ونبدأ بحاجة اسمها ال strings. عرفنا من السيشن اللي فات ان ال string بيتكتب بين single quotes او double quotes، بيبقى عبارة عن مجموعة من ال characters. الميزة في ال double quote عن ال single quote ان انا ممكن احط جواها متغير. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي متغير قيمته x مثلا بعشرة وعندي string تاني بالمنظر ده، ممكن اخد اسم المتغير ده وارميه جوه هنا. طب ده هيفيدني في ايه؟ المفترض لو انا عايز مثلا اكتب result بيساوي قيمة متغير، كان الدارج ان انا ممكن اعمل concatenation، يعني اقول result يساوي concatenation بالضبط لو انا شغال PHP في حالتنا دي، واقول المتغير بالمنظر ده كده، وهكذا بقيت الجمل. فالميزة في الدبل كوت ان انا بدل ما اعمل كده، وخاصة لو انا عندي جمل او concatenation كتير، اخد المتغير ده احطه جوه وهو اوتوماتيك يحط القيمة بتاعه. فعلى سبيل المثال ممكن اجي هنا اقول x بتساوي 10، بعد كده echo وليكن result بتساوي واقول x بالمنظر ده، فاذا اكتب لي result بتساوي 10. لو جيت جربتها هيجيب لي بالمنظر ده كده. لو عايز انفذها بالسنجل كود بقى هضطر اعمل concatenation بالمنظر ده، فهديه نفس النتيجة. ال PHP بيوفر لي مجموعة من ال built-in functions، دي عبارة عن مجموعة من الدوال الجاهزة اللي ممكن استعملها. ففي built-in functions اقدر استعملها مع ال strings، اقدر اجيبها عن طريق المانوال بتاع ال PHP. هدخل PHP documentation او اسيرش في جوجل على PHP string functions، فهيجيب لي مجموعة من الدوال اللي اقدر استعملها على ال strings. فاحنا مثلا نيجي نجرب مجموعة منها، وطبعا الدوال دي هتفيدك لو انت عايز تعمل بروسيسنج على مجموعة من الداتا اللي جاية من الداتابيز عشان تعرضها بعد كده في ال HTML. هفترض ان انا عندي نص بالمنظر ده وعايز اعرض الاكزامبل ده جوه ال HTML، اعمل ايه؟ ببساطة زي ما احنا جينا قلنا، افتح التكتين بتوع ال PHP وحط المحتوى اللي انت عايزه، وعشان تخرجه استعمل ايكو او برنت، قلنا يفضل الايكو. فاحنا هنيجي مثلا في البادي هنا اهو، افتح تاجة ال PHP واقفلها واقول هنا ايه؟ ايكو اكزامبل، فيجي يطبع لي قيمة الاكزامبل هنا. فلما يجي يطبعها يطبع لي ايه؟ باراجراف بالمنظر ده كده، ولو كنا خليناه وليكن H2 هيطبع H2 بالمنظر ده. طب افترض ان انا عندي مثال تاني عبارة عن ويلكم، وانا عايز اكرر الكلمة دي بحيث هنا اقوم طابع اكزامبل 2 برضو، بس متكررة وليكن يجي 5 مرات ولا 6 مرات. في دالة اوتوماتيك موجودة في ال PHP بتكرر لي الكلام ده، اسمها string underscore repeat. الدالة دي ببصلها للسترينج اللي انا عايزه وعدد مرات التكرار اللي انا عايزه، وليكن مثلا 5 مرات، واجي اكتب هنا example 3 واجي اعرض هنا example 3، فيعرضها لي بالمنظر ده. في دالة كمان اسمها string replace، بباصي الجزء اللي انا عايز اسيرش عليه الاول، وليكن مثلا بدور على w وهكتب انا عايز اغيرها الى ايه، وليكن مثلا m، والبارت التالت او الارجيومنت التالت اللي هسيرش جواه اللي هو example 2، واعمل سيمي كولون فيطبعها لي بالمنظر ده، حول ال w الى m. نيجي بس نعمل هنا br بالمنظر ده. في دالة اسمها lcfirst، ودي بتغير لي اول حرف في الكلمة الى capital اللي هي lower case first اللي هي اختصارها lcfirst، فهقول example 2 فحول لي ال welcome بدل ما ال w capital بقت small. في برضه upper case first اللي هي اختصارها ucfirst، بتحول لي اول حرف سمول الى كابيتال، وهو كده كده كابيتال، فعرضها لي ويلكم بالمنظر ده. انا افترض جينا كبرنا الجمله دي ويلكم تو PHP everyone. في داله اسمها ucwords، دي بتعمل لي ايه؟ upper case words، معناها انها بتمسك كل حرف في اول كل كلمه بتخليه كابيتال. فلو جينا جربنا هيبقى الدبليو والتي والبي كده كده كابيتال، والاي بتوع الجمله upper case بالمنظر ده كده. هنفترض ان احنا ضفنا هنا وليكن 4 مسافات، وجينا كمان هنا ضفنا مسافات. كده كده ال HTML بيترم المسافات وبيعتبرها مسافة واحدة، لكن لو فتحنا السورس هنلاقي ان المسافات موجودة عادي بالمنظر ده كده. فلو احنا عايزين قبل ما الكلام ده يروح الى ال HTML ممسوح منه المسافات، في دالة اسمها ltrim left trim بتشيل المسافات من ناحية الشمال، وفي دالة اسمها rtrim right trim بتشيل المسافات الموجودة من اليمين. فلو جينا عملنا rtrim هنلاقي المسافات من هنا اتشالت، ولو عملنا ltrim مسافات اتشالت من الشمال. طبعا مجموعة الأمثلة دي بيحفظ القيمة بتاعها في example 3 من example 2، فعشان كده كل ما بننزل جملة بيلغي تأثير اللي قبلها. بمعنى الجملة دي مثلا بتطبع على example 2 اللي هو الأساسي وتخزنه في 3، تيجي الجملة دي تخزنه برضو في 3، تيجي الجملة دي في 3، فاحنا عاملين كده بحيث ان احنا
نجرب على نفس الخارج اللي بيظهر ودي الصورة الأصلية. وطبعا لو أنا عايز أطبق كذا مرة على نفس الحاجة هضطر أعمل إيه بقى؟ أشوف القيمة القديمة وآخد الخارج الجديد أشتغل بقى ده عليه. بمعنى هاخد ده مثلا لو أنا عايز أعمل rtrim و ltrim، يا إما آخد example 3 بالمنظر ده وأخزنه ممكن في 3 عادي فيعمل لي rtrim و ltrim، أو أخزنه في example 4 وأستعمل بقى تحت example 4. أيا كان نرجعه بقى للحالة العادية. في بقى دالة اسمها trim، دي بتمسح لي المسافات اللي موجودة في الشمال واللي في اليمين. لو جينا مثلا أخدنا الجملة دي وحطيناها في بولد بالمنظر ده كده هيتعرض للكلام بولد. ففي دالة اسمها htmlspecialchars دي بتعمل لي ايه؟ دي بتحول لي ال html بتاعي اللي موجود في string معين الى special characters اللي هي اسمها html entities لما جينا شفناها في ال html قبل كده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دي هيشوف المقابل ليها ك html entity وبعد كده يكتب لي مكانها مقابل ليه وهكذا دي وهكذا دي، فيجيبها لي بالمنظر ده. شاف الاصغر من كتبها لي lower than، ونفس القصة هنا بالمنظر ده كده ونفس القصة هنا. فشاف كل واحد من دول المقابل ليه ك special entity او ك html entity وعرضه لي هنا. الميزة في ده ايه؟ ان ممكن اخد المحتوى ده اخزنه في الداتابيز بحيث ما يتخزنش ك html في الداتابيز، او يحميني بعد كده لما نيجي نتكلم عن حاجة اسمها html injection، او لو انا عايز اعرض المحتوى بتاع ال html كسترينج كنص بالمنظر ده كده. الطبيعي ان هو بيرندر ده الى تاجة موجودة ويظهرها لي كبولد، انما لو انا عايز اعرضها بالمنظر ده كده لو انا عامل موقع مثلا بعرض فيه جزء كود معين فبضطر اخليه بالمنظر ده عشان ما يترندرش، فبستعمل الدالة اللي اسمها html special characters. عشان طبعا اعكسها نفس الدالة بس بكتب بعدها دي كود، هاخد بقى example 3 احوله، فكده 2 يتحول ل 3 و 3 يتحول لنفس الحاجة فأكنه ما عملش حاجة، فالمفترض يرجع لحالته الأصلية اللي هي بالمنظر ده. فإذا دي بتحوله لي HTML entities ودي بتعمله decoding أو بتعكس التحويل. في دالة اسمها str shuffle، دي بتعمل لي إيه؟ دي بتعمل لي shuffling للكاركترز اللي موجودة بالمنظر ده كده، ولو جيت عرضتها هنا ألاقيها بالمنظر ده. في دالة اسمها str word count، دي بتعد لي الكلمات اللي موجودة، فهنا عرض لي 6 1 2 3 4 5 6 بالمنظر ده. في دالة اسمها اكسبلود، دي بتحول لي السترنج بتاعي الى اري لو انا عايز اعمل لها تقسيم، بس لازم ابصلها الديليمتر وليكن مثلا المسافات والسترنج في الاخر. لو جيت عرضت هيقول لي اري تو سترنج كونفرجن حصل اكسبشن هنا انه مش قادر يحول اري لسترنج. ليه؟ لان احنا قلنا ان الايكو بتطبع بس سترنجز او قيم بريميتيفز اللي هي السترنج والانتجر والبوليانز والفلوتس والنلز. ايه البديل بتاعها؟ هنيجي نقول بقى هنا print r بالمنظر ده، ونفس القصة ممكن نعملها هنا بالمنظر ده كده. فعرض لي ايه؟ لما جي اقسمها مسافات قال لي انت عندك welcome و2 php، وبرضو قسم لي المسافات لوحدها بالمنظر ده كده. طب لو انا عايز اترم فانا ممكن اقول اعمل trimming الاول بالمنظر ده كده، اعمل trim، فجاب لي welcome to php everyone كاربع كلمات، نرجعها زي ما كانت. فاذا الدالة دي بتعمل لي ايه؟ بتفكيلي string الى array. العكس بتاعها اسمه implode، المفترض ده عبارة عن ايه؟ ده بياخد الاري ويجمعها لي كسترينج. فلو جيت قلت له مثلا خلي ده نخلي دول كومنتس، لو جيت قلت له حول لي الاري دي وجمعها لي وافصل لي بينها بشرطه فيجيبها لي بالمنظر ده. السترينج كان اول مسافات فجمع بينهم بشرط، وبعد كده ويلكم شرطه وشرطه الى الاخر. لو عايزين بقى تقول السترينج ففي داله اسمها strlen، فهيجيب لي عدد الحروف اللي موجوده، فنقول str example 2 فهيجيب لي 39. في دالة اسمها substring، دي بتجيب لي جزء من النص بحدد له البداية بتاعه عشان يجيب لي الجزء المطلوب، وليكن مثلا هقول ابدأ لي من حرف رقم 3 او من الاندكس رقم 3 وهات لي 10 حروف، فاكتب له 3 كم 10 فيجيبها لي بالمنظر ده كده. بدأ من الاندكس 3 يبقى 0 1 2 3 ويبقى من اول هنا يبقى 2 4 6 8 10 فجاب لي لحد حرف الام بالمنظر ده. في دالة اسمها str to upper، دي بتحول لي كله الى upper case بالمنظر ده كده. وفي to lower بالمنظر ده بتحولها لي الى كله lower case. فاذا الدوال دي قد توفر عليا جزء كبير جدا من البروسيسنج اللي ممكن اعمله على الداتا. وطبعا في دوال غير دي كتير وعرفنا ازاي نجيبهم من هنا. ببساطة هنفترض ان احنا عايزين نشوف دالة من دول بتعمل ايه، وليكن مثلا explode،
هنضغط عليها هيجيب لنا الديسكريبشن بتاعها بالتفصيل وهيجيب لك مجموعه امثله في الاخر يعني. وطبعا بيحدد لك الفيرجن الحالي بتاع البي اتش بي، لان قد تكون انت مستعمل بي اتش بي فيرجن قليل وتلاقي ان الداله دي ما بتشتغلش عندك بسبب ان الفيرجنز مختلفه. فهنا مثلا قال انها موجوده في بي اتش بي 7 او انتروديوس بي اتش بي 7. طب انا عايز اعرف الفيرجن بتاع البي اتش بي. مفترض لو جيت فتحت البانل هنا يا اما تشوف في الاكزام الفيرجن ده نازل مع بي اتش بي كام، او ببساطه تيجي هنا اهو في اول الملف تقول له بي اتش بي انفو وتعمل ريفرش للصفحه، هيجيب لك الانفورميشن المختلفه اللي موجوده بتاع البي اتش بي عشان تعرف الفيرجن بتاعه. قال لك ان هو بي اتش بي فيرجن 7.4.4 بالمنظر ده. في حاجه في السترنجز اسمها سكيب كاركترز، ودي ببساطه عباره عن ايه؟ هنفترض كده ان انا عايز اطبع سنجل او دبل كوتس على الشاشه، فهتيجي تقول لي حل لطيف ان انا ممكن اعمل سنجل كوتس واحط جواه دبل كوتس. طب لو انا عايز شغلي يكون كله دبل كوتس لان هستعمل جوه متغيرات مثلا، وعايز اطبع هنا دبل كوتس، اعمل ايه ساعتها بقى؟ ممكن حل ان انا اعمل كونكاتينيشن او ان انا اعمل سكيبنج للكاركترز دي. فمعنى سكيبنج ان انا بلغي الوظيفه الاساسيه بتاعها اللي هي انها تحتوي على سترنج عن طريق ان انا اعمل قبلها باك سلاش بالمنظر ده. فلو عملت باك سلاش كده كنسلت السبيشال فانكشن بتاع الدبل كوت الى انها تكون حرف عادي. هاجي نفس القصه اعمل هنا، عندي اكتر من سبيشال كاركتر، اشهرهم باك سلاش سنجل كوت، دي بتطبع لي سنجل كوت كسترنج، باك سلاش دبل كوت ودي بتطبع لي دبل كوت، باك سلاش باك سلاش دي بتطبع لي باك سلاش، باك سلاش تي دي اسمها التاب اللي هي حوالي 5 مسافات الى 7 مسافات. في بعد كده باك سلاش ان دي نيو لاين، دي بتنزل سطر جديد. طب هتيجي تقول لي ما الباك سلاش ان لو جيت نفذتها وتتعرض في ال HTML مش هتتعرض. في بقى داله في ال PHP اسمها NL2BR، دي بتحول لك النيو لاين الى BR، بتترجمه لك الى كده ازاي؟ هنفترض ان انا عندي سترنج بالمنظر ده وليكن ويلكم، وعايز انزل سطر تو انزل سطر PHP بالمنظر ده، وعايز اطبع ده على ال HTML، فانا مضطر احول الباك سلاش ان الى BR. وخاصة مثلا انا جايب الداتا دي من داتابيز جاهزة وعايز اعرض، او ان مثلا المستخدم دخل في تكست اريا مالتي لاين ومحتاج اخزن ده في الداتابيز، فخزنه بالباك سلاش ان وبعد كده بجيبه واعرضه للمستخدم. طب لو جيت عرضته بباك سلاش ان البراوزر هيرندر الباك سلاش انك انها مسافة واحدة. طب ايه الحل؟ احولها الى BR ازاي؟ الدالة اسمها NL2BR وبصلها الاس، هاجي بقى تحت اهو اعرض الاس، نلغي دي ونلغي دي، فاعرضها لك بالمنظر ده كده. لو جينا شفنا السورس هنلاقي ان هو حولها لك الى BR. طب انا افترض ان هو السترنج ده موجود اصلا في BR بالمنظر ده كده، وانا محتاج احول الBR الى NL، هعمل ايه ساعتها عشان بقى احول الBR الى نيو لاين؟ مفيش داله اسمها BR تو NL، فانا محتاج الاقي حل. طب ممكن اعملها ايه؟ ممكن اعمل str replace، فهسيرش على البي ار واحولها الى باك سلاش ان جوه الاس، ويحولها لي ويخزنها لك مثلا في الاس اس ونطبعها، فيجيبها لي بالمنظر ده كده ويلكم باك سلاش ان تو باك سلاش ان بي اتش بي. طبعا احنا فاتحين السورس لان السورس بيبين الباك سلاش ان، لكن الريندر بتاعه بيخليها كمسافه واحده. يبقى في السيشن ده اتكلمنا عن السترنجز، عرفنا حاجات مختلفه عنه، اولا ان هو بيتكتب سنجل كوتس ودبل كوتس، وعرفنا الميزه هنا ان ممكن نحط متغيرات، عرفنا ان في مجموعه من الفانكشنز اللي موجوده، وعرفنا نجيبهم منين من الدوكيومنتيشن، طبقنا مجموعه من الفانكشنز على السترنجز وشوفنا الخارج بتاعهم، بعد كده عرفنا ان في حاجه اسمها سكيب كاركترز، وعرفنا ايه فايده السكيب كاركترز، طبقناهم وعرفنا ازاي نحول من ال HTML كاركترز الى السكيب كاركترز والعكس عن طريق داله اسمها NL2BR، وما كانش موجود ليها العكس فاستخدمنا الداله اللي اسمها string replace.